العقل السليم في الجسم السليم مع دكتور فيليب حدسي على راديو تموز. العقل السليم في الجسم السليم كل سبت بإعاد الأحد 10 صباحا بتوقيت بيروت معي أنا دكتور فيليب حدسي على راديو تموز الإلكتروني. Prevention is one of the highest health therapies humans can witness through natural therapies. It is done by eliminating what causes the organs to weaken. And that is by managing the food intake, the drinking of water, the supplements to build up the cells, and the stress management to clear up the mind towards a healthy body and mind. The aim of the iridologist is to build up the whole body against diseases and symptoms. Using nutritional therapy and stress therapy using the iris will diagnose the weakness and strengths of the organs. I am Philip Hadathy, doctor in alternative medicine. I combine my three specializations, iridology, nutritional, and stress therapy in one comprehensive treatment journey. My happy patients are my success stories. Nothing is impossible. I am here to help. You're not alone. Don't hesitate to reach out to me anytime. I look forward to hearing from you. Stay safe. اليوم من راديو تموز الإلكتروني عبر برنامج العقل السليم بالجسم السليم رح نتناول بعض الأعضاء الخاصة بالجهاز الهضمي اللي سبق وحكينا قبل إنه حنحكي عن عضو أو عضوين أو ثلاثة، نشرح شو بيأثروا، كيف منغذيهم، كيف منتحاشى إنه يتضايقوا أو يتأثروا سلبا، وكيف أي مطممات بتغذيهم كمان في حال لازم يتاخد مطممات. رح نتناول القولون المستعرض ترانسفيرس كولون. هيدا بيتأثر، هيدي المنطقة جهاز الهضمي بتتأثر بكل شيء خاص بالحبوب، متناول الحبوب. لما بنكون نحن أغلبية أكلنا عم بيكون حبوب بيتأثر العضو، بيصير ما عم بيشتغل، بيضعف عمله. لما بيضعف عمله معقول يعطي دوخة، معقول يعطي غازات، معقول يأثر على الدينة نحس فيها مثل طنين، مثل ما بنسمع مزبوط، مثل الراعيين. فبقى نتحاشى قد ما فينا تناول الحبوب بكترة، بناخدها مرة بالأسبوع مرتين الماكسيموم، بس هي الأفضل مرة بالأسبوع. كما أنه في حال حسينا بالزبغة دوخة من المتممات اللي بتغذيه، غير قصة إذا في فقر دم خاص بالحديد، متممات الغذاء القولون المستعرض هي الفيتامين B12، خاصة تركيبة يلي هي ميتيل كوبولامين يلي الجسم بيستوعبه كحبوب أكتر. كان معكم دكتور فيليب حدسي، دكتور في الطب البديل، دكتورة في العلوم في الطب البديل، أخصائي في التشخيص القزحي، أخصائي في العلاج الغذائي، أخصائي في إدارة ومعالجة الإرهاق، ولكم جزيل الشكر. العقل السليم في الجسم السليم مع دكتور فيليب حدسي على راديو تموز. العقل السليم في الجسم السليم كل سبت بإعاد الأحد 10 صباحا بتوقيت بيروت معي أنا دكتور فيليب حدسي على راديو تموز الإلكتروني.